عارفة أن كاين بزاف منكم اللي كيعانيو من مشكل التجاعيد، يعني الشيخوخة المبكرة، وهذا الشيء من خلال يعني الرسائل اللي كتوصلني بشكل يومي. كل شيء كيسول على وصفات يعني لشد البشرة، أي وحدة عندها الوجه ديالها مكمش ليها بزاف، أي وحدة البشرة ديالها مرهقة، البشرة ديالها يعني ما فيهاش واحد النضارة، أي وحدة كتعاني من التجاعيد سواء حول الفم أو لا يعني تحت العينين أو لا في الجبهة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة فعلا معجزة، وكيف ما يعني تلقى بزاف ديال التعليقات، فضروري نشارك معكم وصفات اللي كتكون ناجحة ومجربة، وضروري اي وصفة تنحطها لكم عرفوا انها غتعطيكم نتيجة. الوصفة اللي غادي نشارك معكم اليوم هو واحد المكون سحري قاهر للتجاعيد والشيخوخة المبكرة، هو بحل يعني بوتوكس طبيعي للبشرة، فيه بزاف ديال الفوائد اللي كتعمل على يعني شد البشرة، شد التجاعيد يعني الترهلات ديال البشرة، كتجبد البشرة، كتعطيها النضارة وكتصفي البشرة. وصفة ضروري تتبعوا معايا الفيديو وضروري تشوفوها، لأنها وصفة غادي تفيدكم بزاف، من أقوى الوصفات يعني اللي تتحارب الشيخوخة. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، طريقة التحضير. غير ما تنسونيش أحبين بواحد لايك الفيديو، بغيتكم كلكم تشجعوني باللايك ديالكم. عفاكم البنات ما تسبخلوش عليا بالآراء ديالكم في التعليقات وكذلك باللايكات ديالكم. وغادي نبداو الوصفة ديالنا. عندنا فيها أول مكون هو العنب المجفف، ركزوا معايا، الأسود، ماشي العنب المجفف اللي كيكون ابيض او الاصفر، غادي نحتاجو العنب المجفف الاسود اللي كيكون اللون ديالو اسود كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبة للعنب المجفف الاسود، علاش غادي نستعملوه في هذه الوصفة؟ لانه فيه فوائد كثيرة، فهو تعطي النضارة للبشرة، غني بمضادات يعني الاكسدة، اللي مزيانة بزاف خصوصا للتجاعيد، خصوصا للتجاعيد. العنب المجفف الاسود رائع، كيعطي النضاره، يعني تيحمي الخلايا ديال البشره من التلف، من ان البشره يعني تولي واحد البشره اللي باهته. فالعنب المجفف رائع بالنسبه للبشره وخصوصا للتجاعيد كيف ما قلت لكم. هنا تناخذوا واحد شويه اللي كنديروه في واحد السلافه، اما تتنقعوه يعني في الماء او لا كديروه مع ماء الورد، اللي جاكم هكا سهل. المهم كتنقعوه لمدة 24 ساعة، ضروري 24 ساعة. هنا غادي نحيدو ليه هاد العظيمات ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي من بعد انا غادي نستمر، غادي تنكملو كامل وغنرجع معاكم باش تشوفوا معايا التتمة ديال الوصفة. هنا بعد ما حيدت ليه داك العظيمات ديالو كامل، انتم كي كتشوفوا معايا، خلاص دابا هذاك الماء غادي نخليوه بالماء ديالو، يعني ماشي غادي نحيدوه، غناخد داك الماء ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، وهو ماء كله غني بالفوائد ديال العنب المجفف. غادي نضيفوا عليه هاد الشيء هذا، انتم كي كتشوفوا معايا، هاد الشيء ضروري يعني في الخلاط الكهربائي. مهم انا غادي نطحنه، ونحاول انني نطحنه وغنرجع معاكم. هنا من بعد ما طحنته، هنا غير حاولت معاه لان داكشي قليل البنات، المهم تتحاولوا معاه ولا كديروا الميكسور يكون احسن واسهل. المهم هنا من بعد ما طحنت هادشي مزيان، انتم كي كتشوفوا معايا، من احسن انكم تطحنوه حتى يولي الخليط على شكل كريم، يعني يستحسن طحنوه مزيان. كل ما طحنتوه مزيان كل ما الوصفة جات مزيان. هذا هو الشكل ديالو، هانتوما شوفوا معايا كيفاش ولا، واخا ما طحنش ليا يعني 100% ولكن تطحن مزيان. مهم من بعد ما غادي نطحنوه، هانتوما غتشوفوا معايا شنو غادي نديرو من بعد. صافي هذا غادي نخليوه على جانب، هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا، وغادي ناخذوا دابا البذور ديال الكتان او زريعه الكتان اللي هي عندها فوائد كثيره وخصوصا للتجاعيد. راه كل شيء كيعرف الفوائد ديال زريعه الكتان، فهي غنيه عن التعريف، غنيه بالاوميغا 3، ومن اهم المكونات اللي كتحمي البشره من الشيخوخه، وكتحارب لنا يعني العلامات ديال التقدم في السن، وكتشد لنا البشره اللي كتكون مترهله، فهي يعني اقوى من البوتوكس يعني بزاف. غادي ناخذ هنايا واحد الكميه، يعني في واحد الكاسرونه بطبيعه الحال، غادي نستعمل هنايا جوج معالق ديال بذور الكتان او زريعه الكتان كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ناخذ هنايا الماء
من طبيعة الحال غادي نضيفوا هنا واحد المقدار ديال الماء، انتم كي كتشوفوا معايا، المهم تقريبا واحد كاس متوسط ديال الماء، وغادي نديها على النار نخليها حتى كتغلي مزيان، على النار تكون مهيلة وتنخليوها تغلي مزيان حتى كتطلق داك الجيل ديالها. راكم عارفين بذور الكتان كتطلق داك الجيل، او هلام زريعة الكتان، غنخليوها حتى تطلق مزيان، ومن بعد غنرجع معاكم. هنا من بعد ما بدات كتغلي، هانتوما كي كتشوفوا معايا، المهم باش كتعرفوها راها غلات، باش كتعرفوها راها صافي راه وجدات، غير اللون ديال الماء كيتغير، كيولي اللون ديالو بحال الذهبي، صافي كتعرفوها انها صافي راه خلاص راها وجدات، طلقات داك الجيل ديالها. المهم انا غادي نرجع معاكم من بعد ما غادي تغلى ليا هنا مزيان، باش نكملوا باقي تتمة يعني التحضير ديال الوصفة. هنا من بعد ما وجدات ليا يعني هاد زريعة الكتان كيف ما كتشوفوا معايا، اللون ديال الماء يعني كيتغير الى لاحظتوا. المهم دابا غادي ناخذ واحد صفايه، وغادي نصفيو هاد الهلام ديال البذور الكتان. كتصفيوه هي مازال سخونه، يعني ما كتخليوهاش حتى تبرد عاد تصفيوها، ما كتبقاش تصفى، يعني صافي داك الهلام يعني كيجمد بحال تيتجمع، تصفيوها وهي سخونه هكا باش داك يعني كتصفى ليكم. صافي دابا غنخلي هاد الهلام ديال بذور الكتان حتى يبرد، يعني ما يبقاش سخون، وغادي نكملو ان شاء الله الوصفه ديالنا. المهم البنات شنو بغيت نقول لكم، اللي بغات شي وصفه، اي وصفه يعني محتاجينها، هبطوا التعليقات وخليوها ليا هكا باش ان شاء الله نشارك معكم الوصفات اللي كتبغيو. هنا من بعد ما برد ليا داك الهلام ديال بذور الكتان، يعني انخفضت ليه درجه الحراره، كتخليه حتى كيبرد تماما. غناخدو داك الهلام ديال بذور الكتان وكنضيفوه على هاد العنب المجفف اللي طحناه من قبل وجدناه، غير هي داك الهلام ديال بذور الكتان تتاخدو غير نص ديالو، غير نص ديالو، هانتوما كي كتشوفوه معايا كتخلطوه مزيان، وين تخلطوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الكريم ديالنا. مهم كيف ما قلت لكم يستحسن يعني يطحن هذا الشيء مزيان. صافي دابا غادي ناخذ واحد، المهم البنات شي قرعه عندكم سهله الاستعمال، او لا شي حك عندكم خاوي ديال شي كريم ولا شي حاجه، المهم شي حاجه كتكون نقيه مغسوله مزيان وكتوضعوا فيها هذا الكريم. طريقه سهله والمكونات سهلين، غير لما بغيتوش تهلاو في راسكم البنات وتحاربوا التجاعيد والوجه ديالكم ما يتكملش ليكم، يعني كل ما كنتي كتهتمي براسك وكتهتمي بالبشره ديالك وكتهتمي بالاكل الصحي وعارفه يعني شنو خاصك ديري، لا بالنسبه يعني باش تحمي يعني البشره ديالك من التجاعيد، تكون التغذية صحية، تكوني كتشربي ما بزاف، تمارسي الرياضة، وكذلك تكوني كتعتني بالبشرة ديالك بالكريمات، فكل ما كنتي كديري هاد الشيء كل ما البشرة ديالك بقات زوينة، وكوني متأكدة من هاد الشيء اللي تنقول لك. هنا من بعد ما خلطنا داك الكريم غادي نخليه على جانب كيف ما كتشوفوا معايا، وهنا غادي ناخذ داك الهلام ديال بذور الكتان تنديروه في واحد البخاخ كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هذه. هنا بالنسبه للكريم هذاك تتحتفظوا بها البنات في الثلاجه، ضروري الثلاجه باش ما يخسرش لكم، كيبقى صالح لمده يعني الاستعمال ديالو اسبوع. وحتى يعني هاد الهلام ديال بذور الكتان، الوقت اللي كتبغي تستعملي هاد الوصفه هذه كتاخدي هاد الكريم، كتاخدي منه القياس اللي غادي يكفيك يعني الوجه ديالك والعنق ديالك. مثلا وجهك وعنقك غتاخدي 2 معالق كبار ديال هذا الكريم، وتناخدو هنايا نشا، يعني نشا الذره الممتاز او دقيق الذره كيف ما كتشوفوا معايا، اللي ما عندهاش ممكن اختي تعوضيه بدقيق الروز او دقيق الحمص، هادو بجوج بهم مزيانين، وحتى النشا مزيانه، يعني اللي عندك في هادو غادي تستعمليه. بالنسبه للنشا، بالنسبه لي الكميه ديال النشا او ديال اي حاجه درتوها كتبقى على حسب، يعني كديري شويه حتى كيولي لك داك الخليط بحال الكريم، هذا ما كان بحال هكا انتما انا درت 2 معالق صغار عامرين، تنخلطوا الكريم ديالنا مزيان حتى كيولي القوام ديالو متجانس، وهذا الكريم كطبقوه على البشره ديالكم تكون نقيه يعني مغسوله ما فيها لا مكياج لا حتى شي حاجه، تكوني غسلتي وجهك ونشفتيه
وعاد كتستعملي هذا الماسك، كتخليه على البشرة ديالك مدة نص ساعة، يعني نص ساعة يعني 30 دقيقة، وكتغسلي البشرة ديالك كديريه بشكل يومي. هاد الكريم تديريه في النهار يعني في الدار داخل ماشي الشمس، وملي كتغسلي البشرة ديالك في الليل او لا غير حتى في النهار يعني الا كنتي ما كتخرجيش للشمس، غادا تستعملي هاد السيروم ديال البذور الكتان، زوين بزاف وتعطي نتيجة فعلا البنات، تعطي نتيجة يعني كتلاحظي يعني واحد الفرق ملي كدي كتستعملي هاد الوصفات. هما بجوج بيهم الكريم والسيروم تيمشيو مع بعضياتهم، يعني الى استعملتي هاد الكريم راه ملي كتغسلي البشرة ديالك كديري هاد الجيل على البشرة ديالك ديال البذور الكتان وكتنعسي به، يعني كتباتي به بلا ما تغسليه، لان كل ما خليتيه كل ما عطى نتائج احسن واحسن يعني في شد البشره. كنت متاكده غادي يدوزوا اسبوع او لا جوج ديال الاسابيع وغترجعي تشكريني على هذه الوصفه، لانها فعلا يعني كتجدد من انسجه ديال خلايا البشره، كتحفز الكولاجين لانه يبقى خدام في البشره، وكتخلي الوجه ديالك يعني فيه واحد النضاره، وحتى انها كتشد البشره وكتخفف لك من التجاعيد اللي كتكون مبكره، حتى يعني كتحيدها مع المداومة البنات، المداومة، لأن بزاف كنلقى التعليقات لا هاد الوصفة ما تعطيش نتيجة، لا راه خاصكم تداوموا البنات، راه أي حاجة خاصها شوية صبر وخاصها المداومة. وهذا ما كان، تهلاو ليا في راسكم وفي أمان الله.